أهلا بكم من جديد. ثمن سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين انتخاب السيد محمد يوسف البن فلاح عضوا في مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات، وبهذا التعيين يكون البن فلاح أول بحريني يصل إلى هذا المنصب الدولي المرموق والمتخصص، لينضم بذلك إلى زملائه في الشركة ممن يشغلون مناصب في اللجان الدولية التابعة للمجلس. وبهذه المناسبة أكد الوزير إن هذه النتيجة تدعو لخطوة تدعو للفخر والاعتزاز بتميز الكفاءات البحرينية وقدرتها على تبوء المناصب الرفيعة في المواقع الدولية بشكل عام وفي قطاع الطيران بشكل خاص. يعد معرض مراعي بنسخه الخمسة رافدا مهما في مجال الاستثمار في القطاعين الحيواني والزراعي، حيث تمكن مربو الحيوانات من عرض سلالات متنوعة من الحيوانات تم توطينها محليا، مما يؤكد على جهود مملكة البحرين لتحقيق الأمن الغذائي المحلي. خمس نسخ متميزة حققت نجاحا لافتا في مجال الاستثمار في القطاع الحيواني والزراعي، قدمت للجمهور كافة الفصائل الحيوانية التي تم توطينها محليا لتحقق بذلك الهدف الرئيسي لمعرض مراعي، وهو تعزيز الأمن الغذائي. أي معرض يقام في البحرين له مردود اقتصادي كبير في الحقيقة، وهذا المعرض الخامس الآن، المعرض مراعي الخامس، راح تكون له انعكاسات أساسية فيما يتعلق بالعلاقة بين أصحاب المحلات، التجار، الموردين، المصدرين، وأيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في البحرين. أنا أعتقد نحن الآن مع كل تجاربنا السابقة نحتاج أن نعزز هذا الجانب في عملنا الاقتصادي، يجب أن نشجع القطاع الخاص على استثمار في هذا الجانب، بالإضافة إلى الدور البارز للدولة أو للحكومة في تنظيم مثل هذه المعارض ومشاركة الشركات المحلية والعالمية والأجنبية لكي تساعدنا في وضع خطة مناسبة لوضع يعني للاستقرار الغذائي في البحرين. أروقة المعرض أوجدت الكثير من التعاملات والتبادلات التجارية بين المشاركين، وخصوصا هواة اقتناء الفصائل النادرة من حيوانات وطيور. والله الحمد لله، نشكر جلالة الملك عن ابتدائنا مراعي وسنويا فيها ويوه جديدة نتعرف عليها ونتواصل بأشخاص جديدة في السوق، ويصير ديل قوي في مراعي، يعني يصير بيعات على مستوى، وفي نفس الوقت معرفة ويشاركونا دول الخليج كلها الحمد لله. يعني احنا عندنا يعني برامج المحافظة على الطيور، منها نقدر احنا في تبادل، حتى في عملية التبادل والشراء والبيع، يعني نكتسب منهم خبرات. جانب التجاري هو فرصة يعني انتاجية وبيع ومعمليات مبادلة للتجار، والاستفادة من محمية العرين للحصول على طيور نادرة يعني موجودة في البحرين. معرض مراعي فتح الباب على مصراعيه أمام جميع المتعاملين في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي لاكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال، فضلا عن الالتقاء بالمستثمرين وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في هذا القطاع. ملتقى استثماري جمع كافة العاملين في المجال الحيواني والزراعي تحت سقف واحد ليمنحهم الفرصة للتعرف على بعضهم البعض، لتبادل الخبرة التي يمتلكونها للاستثمار في هذا القطاع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وننتقل الآن لنتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع بنسبة 0.45% بإقفال عند مستوى 1444 نقطة. وشهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,164,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 438,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 80 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد كانت الإقفالات في تباين. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.36% بإقفال عند مستوى 9055 نقطة، وذلك في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى ومع تراجع السيولة بشكل ملحوظ. السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة طفيفة بنسبة 0.05% بإقفال عند مستوى 6122 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيسي. سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع كان الأكبر في إقفالات اليوم بنسبة 2.41% بإقفال عند مستوى 5174 نقطة بسبب تقدم قطاعي البنوك وأيضا الطاقة. سوق دبي المالية أقفلت بتراجع أيضا بنسبة 0.09% بإقفال عند مستوى 2787 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع أسهم قطاع العقارات. أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.17% بإقفال عند مستوى 3990 نقطة مع صعود غالبية مؤشرات البورصة العمانية. أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعارا محدثة للبنزين ابتداء من اليوم الأحد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس. وبحسب الأسعار المعدلة فإن بنزين 91 سيبلغ سعره 1.44 ريال لكل لتر، وبنزين 95 ب 2.1 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي الممتد من شهر أبريل الجاري إلى يونيو 2019. وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغييرات في أسعار التصدير من السعودية للأسواق العالمية. كشف المستشار الاقتصادي لوزارة المالية في لبنان طلال سلمان إن لبنان تخطط لإصدار سندات يوروبوند قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ مدة استحقاق الديون 10 سنوات أو أكثر، وأن التوقيت سيكون على الأرجح في نهاية شهر مايو أو يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يكون أكبر المشترين من البنوك اللبنانية، حيث إن المشترين الدوليين ينتظرون أخبارا جيدة قبل أن يلتزموا بأي صفقة بحسب تعبيره، مضيفا أنه مع خطة الكهرباء فهم بالتأكيد أكثر اهتماما الآن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. نتفليكس تفقد 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد إعلان ديزني اعتزامها إطلاق خدمة مماثلة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشين أن الاتفاق التجاري الأمريكي الياباني المحتمل سيشمل على قيود للحد من التلاعب بأسعار العملات، وفي حين تعقد في واشنطن مباحثات ثنائية بين البلدين. وقال نوتشين في مؤتمر صحفي أنه ستكون هناك ترتيبات بشأن العملة كما فعلوا في اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، وأشار إلى أنه لن يكون هناك موعد عشوائي للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المباحثات تشمل العديد من المواضيع. قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي تميل إلى الانخفاض بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض، وذلك بسبب السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.
وأوضح المسؤولون في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي أن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي. فقدت شركة نتفليكس حوالي 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات البورصة بعد دقائق قليلة من إعلان شركة ديزني اعتزامها إطلاق خدمة منافسة بأسعار أقل. وكانت ديزني كشفت عن اعتزامها إطلاق خدماتها الجديدة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت باسم ديزني بلس يوم 12 من نوفمبر المقبل باشتراك شهري قدره 7 دولارات أو اشتراك سنوي قدره 70 دولارا، وهو ما يقل عن قيمة اشتراك نتفليكس الذي يبلغ حاليا حوالي 11 دولارا شهريا حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.